تدمير المؤسسات العامة والخاصة. فإحنا ده قانون طبعا إحنا نتمنى إن التعجيل باستصداره. تمنياتنا كلها إنه تكون هناك تغليظ للعقوبة وسرعة في الإجراء. بالضبط. موضوع الانتخابات الرئاسية يعني طبعا هو موضوع مهم جدا بيحظى باهتمام كل الصحف. صحيفة الأخبار في صحفتها الرئيسية بتنقل عن رئيس الوزراء محلب القول أضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وتنقل أيضا عن المرشح المحتمل حمدين صباحي القول لن أنسحب وسأخوض مواجهة كسورة وحتى جسورة بين قوسين. ماذا يعني ذلك في اعتقادك؟ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من موقعه التنفيذي طبعا يعني من حقه أنه هو يقول كده وننتظر منه كده. وهو امبارح في اجتماعه في القرية الذكية قال الحقيقة كذا حاجة. أول حاجة قال إن إحنا مش هنبقى حكومة أيادي مرتعشة. خلينا في الانتخابات. ما أنا جاي لك أهو. يعني الضمانات لنزاهة الانتخابات من رئيس الوزراء كيف تكون؟ ما ضمانت نزاهة الانتخابات من المسؤول التنفيذي من رئيس الوزراء تكون في أشياء كثيرة. أولها وأهمها التأمين ضمان حيادية العملية الانتخابية، ضمان سلامة القائمين على العملية الانتخابية سواء كان قضاء أو عناصر تأمين أو حتى الناخب، ضمان شفافية المشهد من خلال دعوة كل من له الصلة داخليا وخارجيا للإشراف. يعني من له صلة، وأؤكد على كلمة من له صلة، المراكز المتخصصة، المراكز الدولية المتخصصة لمراقبة العملية الانتخابية، خروج المشهد بقدر من النزاهة الإعلامية والشفافية الإعلامية وفق ميثاق شرف إعلامي، عدم التحيز لمرشح دون الآخر. وأعتقد أن المصريين بقى مبقاش حد يعني هيضحك عليهم. خلاص ما تجيش تقول لي أصل ده هيحصل كذا. لا لا خالص، اللي رايح عارف هيدي صوته. هي روح ما بعدك روح بقى. بالضبط. خلاص بعد ثلاث يعني سنين فاكد. بعد ثلاث سنين. لكن فكرة برضو إصرار المرشح المحتمل حتى الآن طبعا لأن باب الترشح ما تفتحش لحمدين صباحي بخوض الانتخابات على الرغم من اعتراض طبعا التيار الشعبي وعدد من الأحزاب اللي ما اقتنعتش بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. شوفي هقول لحضرتك على حاجة. يعني أولا أنا بصراحة يعني بحترم موقف الأستاذ حمدين صباحي أنه هو حتى على الأقل خرج وأعلن ترشحه ومتمسك. كونه جه قال أنا بعلق ترشحي في حالة عدم التحصين وبعدين رجع تاني حسن، أعتقد أن القرارات اللي زي ديت بتتخذ ممكن يحصل فيها تغيير أو مراجعات. عملية التحصين من عدمه، أنا أولا نديت قبل ما يصدر القانون، نديت بلازم ضرورة التحصين. إحنا مش عايزين نقعد ندور في حلقة مفرغة. طب ما كان في تحصين في 2012 والأستاذ حمدين كان في 2012، ما حدش اتكلم خالص. تمام. فحكاية إصراره ده شيء محمود. أنا رأيي كل واحد، كل ناخب بيسمع برنامج مرشحه وبيثق فيه يروح يدي صوته بغض النظر سين أو صاد أو عين. اللي أنا واخده بقى على وسائل الإعلام إن مثلا يا جماعة ويعمل مؤتمر صحفي كبير أنا مش هترشح. طب يا عم في إيه؟ العالم كله، في العالم كله اللي بيطلع علشان في مؤتمر صحفي جماهيري عام بيطلع علشان يقول يا جماعة أنا قررت أو انتويت الترشح للمنصب العام الفلاني وهعمل كذا كذا كذا، قولوا لي أنت عايزين إيه. إنما واحد يطلع يقول أنا مش هترشح حاجة. طب ما كده من حقي أنا وإنت وحضرتك نطلع مش مترشحين، نعمل مؤتمر صحفي مش مترشحين. أنا شخصيا مش هترشح. اعمل مؤتمر بكرة بقى في نقاب صحفيين. ففي حاجات غريبة بتحصل. لكن على مع كل إن أحمد عنده برنامج على فكرة. عادي. لا الحقيقة، لا الحقيقة الحقيقة أستاذ أحمد إن مثلا بقت حاجة غريبة جدا إن وكالات أعلام وكالات أنباء ومرشح خرج عدد المايكات اللي قدامه أكتر من عدد الأصوات اللي ادوله المرة اللي فاتت وأنا مش هترشح. طب يا سيدنا هو حد قالك ترشح؟ يعني أنت تخرج على الناس لما أنت ناوي تترشح. زي بالضبط ما خرج الأستاذ حمدين صباحي وقال أنا عايز أترشح، وكذلك أنا بأثمن موقفه وأتمنى أنها تبقى انتخابات حرة ونزيهة إن شاء الله. يعني واحدة القمة العربية
القمة العربية بدايتها غدا في الكويت، لكن كان في اجتماعات سابقة طبعا لوزراء الخارجية، وفي الاجتماع التحضيري للجامعة العربية خرجوا بعدد من النقاط، منها طبعا دعم مصر، أيضا القضية الفلسطينية والقضية السورية ومشكلة اللاجئين السوريين. لكن دعنا نطالع من الأهرام، فهمي، مصر ترأس القمة القادمة ومشكلة قطر تتعدى المجاملات. طبعا فكرة دول مجلس التعاون الخليجي، ما تم من سحب السفراء لبعض دولها من قطر، قطر وتدخلها في الشأن المصري، أكيد من الموضوعات الأساسية اللي هتطرح على الغرب. امبارح كان في اجتماع لوزراء الخارجيه العرب على هامش يعني اجتماعات تحضيريه للقمه اللي هي هتبدا بكره. تمام. مقرر السيد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور هيسافر النهارده. تمام. القمه هتعقد، هي القمه رقم 25، هتعقد بكره وبعده. هناك بالامس تم تحديد جدول او الاتفاق على جدول اعمال القمه. تمام. كان على رأسها القضية الفلسطينية والقضية الأزلية وآخر المستجدات والطروح المستقبلية ومحاولة تقريب وجهات النظر. تمام. ورقم اثنين كانت القضية اللي برضو برزت بقالها، دخلت في السنة الرابعة، قضية سوريا ومحاولة الوصول إلى حل يضمن سلامة واستقرار وأمن الشعب السوري، لأن طبعا هناك أراء كثيرة جدا في هذا الشأن، وفي اختلاف برضو بين دول القمة حول مين اللي يقعد في المناقشة، هل هي المعارضة ولا النظام السوري. تمام. تاني حاجة، أنا الحقيقة قريت تصريح قبل ما أجي لنائب رئيس نائب وزير الخارجية أعتقد الكويتي، قال إن الأزمة الخليجية ليست على الجدول، اللي هي أزمة سحب السفراء، أزمة مصر مع قطر، ليست على الجدول، ربما تكون ليست على الجدول الرسمي للمناقشات، ولكن هي بالتأكيد في سياق النقاش، في سياق النقاش طبعا. من أهم برضو الموضوعات المطروحية عملية مقاومة الإرهاب في العالم العربي بشكل عام يعني، وطبعا هنا مصر برضو لها دور في الموضوع ده، باعتبار ان مصر بتشهد الان من وقت للتاني بعض العمليات الإرهابية، فربما تخرج القمة بصيغة او باتفاق لمقاومة هذا الإرهاب، واهم من ذلك تسليم الإرهابيين المطلوبين. وطبعا في هذا الصدد قطر تأوي حفنة من المجرمين، احنا عايزين يبعتهم لنا. تمام. موقف قطر يعني موقف مصر، وزير الخارجية المصري سيد نبيل فهمي بالأمس قال إن ما فيش مجاملات في موقف قطر، وقال إن هو ما تقابلش مع أحمد العطية الوزير الخارجية القطري، ما قابلوش اللي هو وهو داخل، يعني هو دولك ما تكلمتش معاه يعني. تمام. اللي حصل إن قطر بتتدخل في الشأن المصري، إن قطر بتأوي مجرمين وإرهابيين مطلوبين للعدالة المصرية، إن قطر بتصدر منها نعم وبتديهم الجنسية القطرية وبتديهم دولارات، حاجات كتيرة جدا. إن قطر بتصدر منها تصريحات عدائية للنظام المصري القائم، كل هذه يعني أسباب كفيلة لقطع العلاقات، مش تجمدها او ان السفير في اجازه مفتوحه زي ما الناس بتقول، لا، كلها اسباب تستدعي قطع العلاقات. والله لكن مصر اكدت حسام انها يعني لا تتخذ اجراءات يعني حماسيه ورد فعل متعجل او متوتر، ولكنها تحسب كل حاجه، وفي نفس الوقت قالت ان مفيش مجاملات، يعني ما ينفعش حد صالحنا على بعض على هامش القمه. بنرجع للاخر مع صحيفه المصري اليوم بتتحدث مره اخرى عن موضوع يتعلق بسد النهضه، بتنقل عن مصادر بتقول تحركات مصر دعمت موقفها مع اثيوبيا واتفاق ثلاثي قريبا. الاتفاق يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من السد ب 1200 ميجا وات والتوافق على قواعد التشغيل. يبدو أن هناك بوادر اتفاق في الأفق كما تقول هذه المصادر. شوف الموضوع سد النهضة ده في العشر أيام الأخيرة تقريبا يمكن يكون بينطبق عليه قول صلاح جاهين انه في شيء حصل او بيحصل او هيحصل جد، رغم الاجتماع الاخير قالوا انه ما اتفقوش وكده، يعني مفيش ما هو ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه،
مش كل اللي بيحصل بيتقال ومش كل اللي بيترتب بيتقال. طيب التصريح اللي حضرتك قريته ده تقريبا من مصر اليوم ان هو ربما يكون صيغة دبلوماسية لاحتواء الأزمة، وان قطر تتوقف اثيوبيا تتوقف عند تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، وهي دي الحصة الدولية اللي هي تستحق اللي هي منصوص عليها في المعاهدات، وده يوفر لها 1200 ميجا وات، وده اللي كافلين بامداد الطاقة وكل حاجة هي عايزاها. تمام 12000 او 1200 ميجا وات. طيب. 200 ميجا وات. بالظبط كده. طيب هنا ده الكلام اللي خارج وقيل في الخبر برضو انه مصادر رسميه رفضت ذكر اسمه. انا الحقيقه دايما بقف عند حته مصدر رفض ذكر اسمه، مصدر غير معلوم، مصدر مسؤول. طالما ما تقالش فلان الفلاني قال كذا يبقى الكلام برضو في قولان. حاجه ثانيه، النهارده برضو في تصريح نازل ان يعني شوف متعارض تماما مع الكلام ده، بيقول ان اثيوبيا اعلنت انها خلال 2017 ستنتهي تماما من بناء السد، وان اثيوبيا انجزت ما يقرب من 50% من بناء السد. وصفت هذه التصريحات بانها يعني في شكل محبط، يعني نوع من الاعلام عدوا بقى ده احنا عملنا كل حاجه بقى، اللي هو يعني عايزه ايه تحبط عزيمتنا والكلام ده. فانا بصراحه حتى هذه اللحظه شايف ان في هناك ربما مباحثات، ربما في جهات سيادية دلوقتي مصرية ماسكة الملف. طبعا تم نقله بالفعل لجهات سيادية غير الجهات المتخصصة، وتم نقله ليس صحيح. فقط للجهات المتخصصة في الري لا تم نقله لجهات سيادية ولا ري ولا خارجية. بالظبط كده. هذا الملف الآن قيد البحث، قيد الدراسة، زي ما قلت حضرتك في شيء بيحصل. تمام. فأعتقد أن خلال الأيام اللي جاية سيتم الإعلان عن إما النتائج أو الموقف، النتائج حال التوصل او الموقف حال ان مفيش، فاحنا يا جماعه خلاص مش قدامنا غير كذا. نشكرك جزيل الشكر الاستاذ حسام فاروق الكاتب.